ايش انا بالسكسي تبغى ابو حكه ابو حراره عايز ابو حكه ابو حراره لا يا ابو لا هذا حق المقالب ابو حكه هذا مين هذا ابو حكه ابو حراره تبغى وهذاك ايش انا بالسكسي طب انا قلت لك تعال ابو شلب سكسي تعال ترزع تعال حاجه زي السيفتي تعال تعال يا بس يا سيف تعال اه معك تعال شكلك تعال تعال يا رب تعال مش تبعي مش تبعي يا بنتي يا بنتي يا سوري خد يا سوري انت يا كينزو يا سوري يا كينزو يا سوري سرت على مني خد 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 يا كينزو الله يا روحك شوف شوف صور انا بس ايوه عشان ما تجيبش دي سكينه حقيقيه لا لا حقيقي عند ابو حكه هنا عند ابو حكه الاصل ابو حكه الاصل اهو صوروا لهم يا عم يا عشتي بيه دقيقه عليك يا ابني عيب يا ابني يا عيب يا بس ام لزقها اعطيك عشان زقها معها فكره معها هو معنا عيب يا ابو عيب في ايه في ايه هنا ابو حكه الاصل هذا مين ابو حكه حكه والله ودي اسوي في واحد والله حقه ابو ريان يا ابني عشان ياخذوا يعملوه في مقالب في الناس وكده ايوه وهذا بس تقتل صحابك هذا شنب هذا شنب صديقي هذا حقيقي تمثيل هذا هو كله تمثيل في تمثيل لا ده حبيبنا ده يا محترم يا شبع قلت ان في حاجه دي حطها مع المشروب ايش هي تخليه طاقه اعوذ بالله طاقه وش الحاجه ايش رب تطقع على طول عصير وين الحاجه دي بقى ابو حراره جامد تحطه حراره دي هديه ليا من عندك اقول الله يهديك يا شبع دي هديه ليا من عندك 45 دي هدية ليا من عندك هذه ايش هذه؟ عشان انت شاب لا ما ابي هدية لا هدية شوية من فيها فرش فعد حطها في لا المهم تحط نقطة على الكرسي يجلس حس انه مسويها بروحه وحرام موج كلش الكوتش الكوتش خلوه لك جديد وشو؟ الكوتش لسه شري ابيض ابيض هذا شبي هذا كلام مع الكويتش يعني؟ ايش الكويتش؟ اه الشوز كمعوا؟ كم معي هذا حقي كلام معقولة لا 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 بس شكرا طيب وغالي الله عليك لا 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 بجيش عندك تعال انت ايش عندك والله طيب فلوسي وين مدير وجهك فلوسي صح يا مجرد مريض على هنا عشان انا بجيش عندك وانا برايح